السجن عاما نافذا. هرب من السجن والتحق بالجبل في ماي 1992 وانضم إلى التنظيمات المسلحة الأولى التي تشكلت باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ. تولى عام 1993 رئاسة اللجنة العسكرية للشرق للجيش الإسلامي للإنقاذ. اندمج مع اللجنة العسكرية للغرب في ربيع 1994، أصبح أميراً للجيش الإسلامي بفصيله الشرقي والغربي نهاية 1994، وكان يوقع بياناته العسكرية والسياسية باسم أبي الهيثم مدني مزراق. دخل في مفاوضات مع الجيش الجزائري بداية 1995، انتهت عام 1997، وعقد معه ما عرف باتفاق الهدنة. عام 2000 نزل من الجبل رفقة 4000 عنصر من الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي كان يتزعمه، حيث استفادوا جميعا من عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع عام 2000. في فيفريي 2011 بعث مزراق رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدعوه فيها إلى القيام بإصلاح دستوري وإصلاح سياسي أعمق وتحميله مسؤولية ما سيقع في الجزائر نتيجة غياب الإصلاح. مؤخراً دعا إلى عدم الاستجابة لدعوات التحريض على التظاهر والخروج إلى الشارع خلال الانتخابات الرئاسية 2014. سيد مدني مزراق، اختصرنا مسارك في هذا البورتري. شكرا لك. وش تفضل ندوك في البرنامج، مدني مزراق او عبد النور ولا عمار ولا ابو الهيثم؟ نفضل مدني مزراق، وان كان ابو الهيثم يشرفني، وان كان عمار ايضا يشرفني، لكن نفضل مدني مزراق. ما حكاية القبعة سي مدني؟ ما حكاية القبعة الأفغانية الخضراء؟ ما حكاية قبعاتك الأفغانية الخضراء؟ يعني هي قبعتي في الجبال. أنا قبل أن أصعد إلى الجبال كنت ألبس العمامة الخضراء دائما. ألا ترى أن هذه القبعة مخيفة نوعا ما؟ العكس، هي مطمئنة، اللون الأخضر لون الجنة وهو محبب لدى الإنسان. قبعات ماشي كلها خضراء، وقلت أنك تحافظ على لباس الجبل لكنك نزلت من الجبل، راك الآن في المدينة، راك معنا يعني في علاه يعني نحافظ على لباس؟ ومن الذي يمنعني أن ألبس لباسا يدل على أصالتي وعلى تمسكي بتاريخي وبالجبل أيضا؟ ما العيب في الجبل؟ لازال مدني مزراق متمسكا بالجبل. نعم يحبه. وبقانون الجبل؟ لا، القوانين تختلف، عندما تكون في الجبل له قانونه، وعندما تكون في المدينة لها قانونها. أول فقرة معنا سيد مدني مزراق هي أنت متهم. قبل ذلك نسألك، بإمكان المتهم أن يحضر معه محامي دفاع في البرنامج، هل هناك محامي دفاع لمدني مزراق؟ أنا أستعين بالله في الدفاع عن نفسي وهذا يكفيني. أنت كفيل بالدفاع عن نفسك؟ نعم. إذن حضورنا الكريم جمهور قناة الشروق سيد مدني مزراق، بدأت الجلسة. أهلا وسهلا. محكمة. سيد مدني مزراق أنت متهم. أنت متهم. سيد مدني مزراق أنت متهم أنك استغليت الذراع السياسي للفيس في تأسيس جناح مسلح والذي كان نقطة تحول في مسار الجبهة، ماذا تقول؟ أقول عكس ذلك، أنا خدمت الجبهة وهي المظلة السياسية بعملي في بإنشاء جسم الإنقاذ، خدمتها ودفعت عنها وأثبتت وجودها وأبقيتها بعيدة عن كل ما يشوبها وما يلحق بها الضرر. خدمتها بالجناح المسلح؟ نعم. خدمتها بالقتل؟ لا لا. بما خدمتها؟ خدمتها لأني دافعت عن المشروع الذي كانت تناضل من أجله. أنت من أعلن أنت من أعلن الجهاد المسلح؟ أبدا أبدا أبدا، أنا قمت بالدعوة في سبيل الله سنوات، ثم انتقلت إلى العمل السياسي في حزب معتمد من قبل السلطة، وخضت كل الاستحقاقات التي نظمتها السلطة بقواعدها وقوانينها التي اختارتها هي،
وانتصرنا بفضل الله ثم بشعبنا المسلم، وأصبحنا نحن الدولة، نحن السلطة، نسير أكثر من 850 بلدية وأكثر من 36 مجلس ولائي، ثم حصلنا على 188 مقعد في الدور الأول في البرلمان، وكنا سننتصر فيما تبقى من المقاعد. أصبحنا نحن السلطة وغيرنا هو المعارضة. انقلبوا علينا، طردونا، قمعونا، شردونا، وأجبرونا أن ندافع عن أنفسنا، ففعلنا ذاك حقنا. ففعلتم. إذن مدني مزراج، أنت متهم بحمل السلاح وهو ما يتنافى مع الدين الإسلامي، وأنت تدري ولو كان على سبيل المزاح أنه نحمل سلاح في وجه أخينا، ولو بسبيل المزاح، أنت متهم أنك حملت السلاح. هذا خطأ سيدتي. حمل السلاح لم يكن يوما نقيصة لمن حمله، بل بالعكس، عبر التاريخ كان السلاح يمثل الشرف الأكبر لمن يحمله ويحسن استعماله. لكن يحسن استعماله، هل أحسنت استعمال السلاح؟ لكن الفرق يحدث هنا. هناك من يحمل السلاح لردع الظالمين المتغطرسين المغتصبين الطغاة واسترجاع حقوق الضعفاء المظلومين، وهناك من يستعمل السلاح لقهر المظلومين والضعفاء والاعتداء عليهم. ونحن قلت الطغاة. تعتبر أن النظام هو تسمونه الطاغوت؟ عليك أن تفهمي جيدا في اللغة العربية أن الطغاة جاء من طغى يطغى. يطغى أي شيء يطغى عن حده، يعني يتعدى حده، يعتبر قد طغى. نعم. والسلطة لما تتعدى على اختيار الشعب وتمنع حزب سياسي شرعي معتمد للوصول للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة والحرة، وتزج بأبنائه في السجون، وتطارد الآخرين في الجبال، هذه سلطة طاغية. طاغية. نعم. ومن حقنا أن نسمي النظام نظام طاغي. نعم. ومن يعمل فيه طغاة بكل بساطة. مدني مزراق عندما يظلم يصبح طاغية. هذه القصة معروفة. نعم. هل تبرر لك حمل السلاح؟ قلت لك يا سيدتي، أنا لم أفكر في حمل السلاح، ولم لم أمر أحد. من أول من حمل السلاح؟ لم أمر أحد من إخوانيهم بحمل السلاح. من أول من حمل السلاح؟ هو هي الدولة، هي السلطة، هي السلطة التي قمعت الشعب وقمعتنا وطردتنا وشردتنا وقتلت منا ونظمت وفتحت محاشر. أعطيني دليل في الصحراء. أعطيني دليل. نعم، أن السلطة هي الأولى التي قمعت. ألم تر المسيرات التي نظمناها بعد 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 وقف المسار الانتخابي؟ كمت منا في جيجل، في باتنا، في قسنطينة، في غواط، في الجزائر العاصمة، كمت منا، مات منا الكثير، ونحن لم نرفع يدنا في وجه أحد، فقد كنا ننادي الدولة بأن تحترم تعهدها وأن تستمر في الدور الثاني وأن تنظم العملية الانتخابية في الدور الثاني. لم يكن لدينا إلا الكلمة نواجه بها الطغيان، لكنهم استمروا في طغيانهم، فسجنوا من سجنوا، وشردوا من شردوا، وقتلوا من قتلوا، ولما لم يتركوا لنا بابا نفر منه إلا حمل السلاح والدفاع عن أنفسنا، فعلنا ذلك، وهو حقنا. في الدين حق، وفي القوانين الإنسانية حق، وفي الأعراف حق أيضا. في الدين حق، أعطيني دليل في الدين. الله عز وجل يقول، الذي علمنا و أمرنا أن تقاتلوا من يقاتلكم، وأمرنا أن نحترم النفس التي خلقها سبحانه عز وجل، وحذرنا وخوفنا إن شئتي، نعم، بأن قتل النفس كقتل الناس جميعا. جميعا. نعم. هو الله عز وجل نفسه، وهو الرب الذي شرع لنا ولجميع البشرية أن تدفع الضر عنها، وأن تنتصر عندما تظلم بالطريقة المشروعة. فإذا فرض عليها القتال، عليها أن تقاتل دفاعا عن نفسها، عن دينها، عن عرضها، عن مالها. ومن مات وهو يقاتل في سبيل عرضه ودينه وماله ودينه، نعم، مات شهيدا. تحدثنا عن حمل السلاح، الآن إلى الاتهام بالقتل
مثل ما قلت، من يقاتلونكم تقاتلونهم، لكن الله كذلك يقول ولا تعتدوا. نعم. أنت متهم بالقتل وبارتكاب المجازر سيد مدني مزراق، ماذا تقول؟ أنت كنت في الشرق الجزائري. أتحدى السلطة وأتحدى الأمم المتحدة وأتحدى الأحزاب وأتحدى المجتمع المدني وأتحدى إخواني ها هنا معي. إذا كان القيادة الوطنية أمرت يوما رجلا بأن يرتكب جريمة أو مظلمة في حق أي في حق شيخ، أي امرأة، أي طفل، أي أعزل، تتحدى؟ أتحدى، نعم نعم. وأما الجزائر من المجازر فأنا أستطيع أن أدلل بالحقائق وبالشهادات أن الجماعة الإسلامية المسلحة الجية بعد انحرافها وبعد الفلول داخل السلطة هم من كان وراء ارتكاب مختلف تجاوزات التي سمع عنها القريب والبعيد. أنا أملك الأدلة وأنا أستطيع أن أشهد على هذا. ما هي الأدلة؟ كل الأدلة موجودة، متى وكيف ومن شارك. كيف تعطينا لنا وللشعب الجزائري الأدلة؟ بالشهادات، بالشهادات. لدينا إخوان كانوا في الجماعة المسلحة جاءوا يشهدون أن كثير من المجازر التي ارتكبت بأيدي من كانوا في الجماعة المسلحة. طبعا من كان من دبر، من خطط، من دافع، من هذه حاجة خلاف للنقاش، ولكن الذي ارتكب المجزرة هم فلان وفلان 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 وفلان. من هو فلان وفلان؟ أنا لا أعطي لهذه، تحتاج تحقيق كبير. إذا تحبون حقه حقه. من هو فلان وفلان وفلان؟ قلت لك أنا لا أملك الأسماء في جيبي الآن، لكن إذا أردت أن نحقق وأن أقدم تقريرا مفصلا سأفعل. أيضا في السلطة الناس الذين اختطفوا من ديارهم من أعمالهم قتلوا ورموا على قوارع الطريق في جيجل في قسنطينة. لم ترتكب أي حادثة أو مجزرة قتل في مدينة الشقفة؟ أبدا أبدا أبدا. شوف أقول لك شي حاجة، إذا كان هناك تجاوز سميه تجاوز إن شئت، يقع كالتالي: ربما بعض الباتريوت ممن تطوعوا لمطاردة الإخوان وأوغلوا في هذه العملية وأصبحوا يشكلون خطرا على الإخوان، كان الإخوان يقتلونهم. نعم. ويقتلونهم، وربما وجدوه بغير سلاح وربما حكموا عليه بالقتل، هذا موجود. أما أن يهجم الجيش الإسلامي على عائلة أو على امرأة أو على شيخ أو على إنسان أعزل، هذا غير موجود. وإن وقع فبعيدا عني وليس بأمري، مع أني تحمل المسؤولية. سيد مدني، لم تقتل امرأة في حياتك. نعم. أنت أقسمت. نعم. لم تقتل امرأة في حياتك. لم تقتل مدني في حياتك، أنت أقسمت. عندما تقول مدني عليك أن تفهم. قلت لك أنت أقسمت أمام الله وأمام الشعب الجزائري. اسمع لي. هل قتلت مدني في حياتك؟ أبدا. لم تقتل؟ أبدا. قتلت جندي؟ نعم. واعترفت أنك قتلت؟ نعم. جندي. نعم. وأخذت سلاحه؟ نعم. وتركته مرميا؟ نعم. نعم. وذلك الجندي لم يأتي ليقتلك؟ سي جندي هدايا جندا ودرب لكي يطاردني ويقتلني ويأخذ مني حياتي. هو كان يسعى ورائي لقتلي وأنا كنت أمارس الحرب من أجل إثبات الوجود، أن أبقى موجودا حيا. هذا الجندي الذي قتلته ربما للسؤال القتل، لأن الأمر كان كمين. على كل حال أنا كنت مسؤول على الكمين، فوقع في الكمين مع صديق له، الصديق تراجع وهو وقع تحت وابل الرصاص مات. لكن شاهدت في نفس الوقت، أنا قلت بالحرف أني لما تقدمت من الجندي ووجدته يلفظ أنفاسه الأخيرة يشخر، يعني كرهت السلاح وكرهت الحرب. لأن احنا كنا وتوقفت عن القتل منذ ذلك اليوم؟ لا 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 أبدا، لا أبدا. نحن قاتلنا حتى النهاية. كرهت السلاح لكنك لم تتوقف عن القتل؟ نعم نعم، لأن يجب أن أدافع عن نفسي أختي، نحن ندافع عن أول أنفسنا. شخص قتلته في حياتك هذا هو؟ هو هذا الجندي. أيوة. آخر شخص قتلته في حياتك هذا هو؟ قتلت شخص واحد يعني في حياتك؟ نعم
يعني سي مدني حاب تقولي بلي قتلت شخص واحد؟ نعم، ونعطيك الحقيقة. ملي كنت في الجبل قتلت شخص واحد؟ اسمعيني يا أختي، أنا مسؤول تنظيم، كنت أشارك في الكمائن وأشارك في العمليات حتى لا الإخوة لا يقعون في الخطأ وفي كذا وفي كذا. هذا الكمين الوحيد الذي شاركت فيه وسقط فيه هذه الضحية. طبعا الكمائن التي نصبت بعد ذلك والهجومات التي دارت تحت مسؤوليتي. أنت كنت الأمير؟ أنا إيه طبعا. أنت كنت القائد؟ أنا لم أقتل بيدي لكنني قتلت بأمري. عندما تقتل بأمر منك؟ أي نعم. يعني أنت من قتل؟ مسؤول. نعم أنا قلت لك، أنتم راكم لما تسألوا دائما تسألوا عن إنسان قتل بيده. بيده قلت لكن الكمين اللي شاركت. نغير السؤال. نعم. سي مدني. نعم. أول شخص قتلتموه سواء قتلته بيدك، قلت لي الجندي قتلته بأمر منك. والله لا أتذكر على كل حال في هالقضية، لكن يعني كثير لا يمكن أنه سي مدني يتذكر. المهم باش تفهمي مليح، الذين ماتوا على أيدينا على يد الجسم الإنقاذ، نعم، لا يساوون 1% من اللي قتلتهم الجهة بالحق وبالباطل، ولا يساوون 1% بلك 1 في 1000 من اللي قتلهم النظام بالباطل مش بالحق. من ماتوا على ايدينا، من ماتوا اللي قتلهم النظام، قلت اللي قتلهم، من هم هذو اللي ماتوا اللي قتلهم النظام؟ الكثير. من تقصد اللي كانوا من جماعتكم ولا من جماعه الجهه؟ احنا تقصد المدنيين؟ احنا الجهه، الناس اللي كانوا في السجن واخرجوهم من السجون وقتلهم ورموهم في الطرقات، كثير ناس مدنيين ولا ناس تابعين لكم؟ مدنيين مدنيين مدنيين. انت تقول ان المدنيين قتلهم النظام؟ كل من كانوا يشمون فيه رائحة التعاون مع الجسم الإنقاذ ومع الجهة كانوا يقبضون عليه، إما أن يشردوه في الصحراء وإما أن يسجن ثم يخرج هكذاك بغير محاكمة بغير تحقيق ويقتل، يقتل في ويرمى في الطرقات. هذه حقيقة يعرفها القاسي والداني، وكم من رجل وجد مرمي في الطرقات. قتله النظام؟ نعم. 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 أنا بالنسبة لي النظام في الربع سنوات الأولى لا يختلف على الجية بعد انحرافها أبدا، يستويان تماما. هذه الحقيقة. مسؤول على كلامك؟ مسؤول ومستعد ندخل المحكمة على سبيل هذه، مستعد ندخل المحكمة، مستعد. عندك أدلة؟ قلت مستعد ندخل المحكمة، وأنا ديما نصرخ ونقول مستعد نتحاكم وطنيا ونتحاكم في الخارج وين حبيتوا. أنا هنا. أنت قلت أني نقتل الناس اللي جو يقتلوني يا سي مدني. نعم. لكن لو نحكو يعني على الأسرى اللي كانوا عندكم بعد اتفاق الهدنة. نعم. قمتم بقتلهم. هذه شيء يدعي للسخرية. وين لم يكن لدينا أسرى بعد الهدنة؟ ولا أسير لا من شرق الجزائر إلى غربها. كما أننا. من برر لك قتل الأسرى؟ اسمحني جاوب. كما أننا لم نقتل أسيرا أبدا، ربما نقول لك يعني أحداث تعد على الأصابع وبالنسبة لهم لا يعتبر أسير، لأنه ما يعد على الأصابع سي مداني هي نفس. كي نقول 3 4 5 هي نفس. نعم نعم. أقصد هذا. أقصد ما أعني ما أقول يعني. نعم. أما نحن على العكس، ونحن في عز القتال 95 96 هاجمنا على مفرزات للباتريوت مع الجيش، وأسرنا مجموعات من الباتريوت، مرة 14 مرة 12 مرة كذا. وش كان مصيرهم؟ ولم نقتل منهم أحدا. وش كان مصيرهم؟ بل أطلقنا سراحهم، أطلقنا سراحهم. والعجيب أن النظام لما عادوا إليه سجنهم. لماذا؟ إنه اتهمهم بأنهم تعاونوا معنا، وهذا كذب. لقد تواجهنا بالسلاح وسقط في المعركة من سقط، وأوقفناهم جميعا وأخذنا سلاحهم ثم أطلقنا سراحهم على دفعتين، مرة سرطنا في بوشكوف في جيجل، ومرة سرطنا في تمزقيدة في جيجل. وأنتم مخطئون في قضية لياس. لياس لم يقتل هذا العدد الذي تتصوره. أنا مستعد للتحقيق، مستعد نحسب حتى شحال مات. ستفاجؤون ستصعقون. نحن لم نقتل الكثير،
قليل جدا. ربما الأشياء اللي ربما قاعد التاريخ يعني مؤلمة، أنا قاعد تألمني اليوم على كل حال، هي بعض التفجيرات التي قمنا بها ضد البتير، كان الدرك ولا الجيش، وراح ضحيتها مدنيين. لا ابدا ابدا ابدا، لم نستعمل قنبله ضد مدني، اللهم قوس كذا كان بعيد عليا، ربما الاخوه في الغرب ارتكبوا خطا ولا ما على باليش، بصح في المناطق التي كنت اسيطر عليها والقريبه مني لم تستعمل ولا قنبله. ما يدريك سي مدني، سي مدني ما يدريك انه القتل بالجماعه انه كان في وسطهم يعني شخص مدني؟ كيف بالجماعه؟ يعني كن كمائن، كن نقتلوا الناس بال اختي أختي فضل. نحن عندما نسطر كمينا معينا، أنا لا أفتخر مدروس بي... أنا, لا أفتخر... أنا لا أفتخر بهذا فقط، أنا أقدم حقائق، أنا أعرف أن القتل والدم والجراح والأشلاء مؤلمة، مؤلم ومحرم. صحيح محرم. لا 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 محرم. ليس محرم دائما، ربي قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هو ما سطره الله، سطر للدولة أن تعلن الجهاد دفاعا عن دينها، عن شعبها، عن أراضيها. سطر للمجموعة أن تدافع أيضا عن نفسها. نعم. سطر للشخص أن يقاتل من أجل عرضه وماله ونفسه. هذا ليس حرام، هذا حق شرعي مكفول. نعم. لنا ولجمع إنسانية. حق شرعي مكفول، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم. نعم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثيب زاني. نعم. والنفس بالنفس. نعم. والتارك للدين المفارقة. نعم. نعم. للجماعة، وهو حديث متفق عليه. هذا لا يجوز لنا أن نقتل من أجل أختي، هذا القتل هذا يجوز للدولة الإسلامية القائمة التي تحكم بالشريعة الإسلامية. الدولة الإسلامية يعني هذا الحديث للنظام مش ليكم، للحاكم. نعم. للحاكم الذي يجوز له أن يقتل المرتد بعد أن يستتاب، وأن يقتل التيب الزاني بالرجم. أنتم ما كنتوا دارين دولة، أنتم ما كنتوا دارين، وأن أنتم ما كنتوا دارين دولة في الجبل. وأن يطبق قاعدة القصاص، النفس بالنفس. أما نحن ما كنتوا دارين دولة في الجبل، اسمح لي. أما نحن كانت عندكم محكمة، عندكم مفتي، عندكم قاضي، عندكم ما نحن فالذي سمح لنا وأجاز لنا أن نقتل غيرنا هو ما يقوم به هذا الغير الذي أصر واجتهد وسعى لقتلنا لسلب أرواحنا. هنا أجاز الله عز وجل للفرد كشخص وليس حتى الجماعة أن يدفع عن نفسه الضر، وأن يقتل من يحرص على قتله دفاعا عن نفسه. نحن في ذلك الوقت لا يجوز لنا أن نتصرف في مكان الإمام أو الخليفة أو السلطان، لأننا لم نكن كذلك، ولم نكن نؤمن بهذا أصلا. كان عندكم مفتي؟ لم يكن لنا مفتي. ما عندكمش مفتي في الجبل؟ جامي. قاضي؟ جامي. محكمة؟ جامي. كيف كنتم ما لا تحطوا الزيجات؟ كيف كانت الزيجات؟ لم تكن لنا زواجات أختي. ما عندكمش زواجات؟ أنت مخطئة أيضا. أنت كن حنا أنا لعب الضعيف اللي قدامك، لم أعرف في حياتي إلا زوجتي. زوجتك كانت معك في الجبل؟ اسمعني، لم أعرف إلا زوجتي. زوجتك وأطفالك كانوا معك في الجبل؟ لم أعرف إلا زوجتي. كانوا معك في الجبل؟ لم أعرف إلا زوجتي ولم أعرف غيرها، لا قبل الجبل ولا في الجبل ولا بعد الجبل. كانت معك في سمحني. الجبل؟ كانت سمعني. معك في الجبل؟ كانت معي ليس بإرادتها، بعدما بقوة من بعدما تكاثرت الهجمات على بيتي والدخول للبيت ليل نهار وأصبحت عائلتي في خطر، هربوا من البيت والتحقوا بي في الجبال وصبروا معي في الجبل، وأعادهم الجيش في تمشيط من التمشيطات في جبال جيجل، وجد زوجتي والأطفال في بيت أبيها فأخذهم وأسرهم وأعادهم للمدينة. للتاريخ على كل حال، باش يكون إنسان شاهد رجولي، لم يأذيهم ولم يلحق بهم الأذى، بل أكرمهم واحترمهم وأحسن معاملتهم و ذهب إلى أكرمهم. وهل أكرمتم أنتم الأسرى الذين كانوا عندكم؟ لم يكن لدينا أسرى أختي، أنا تفهمين، قلت من قبل كانوا أسرى لباتريوت، قلت أطلقنا سراحهم في اليوم نفسه، ما في الوقت اللي كانوا عندكم أكرمتموهم. نحن لا نؤذي أحدا، نحن كرماء،
نحن تربينا على الإسلام، تربينا على المحبة، على الأخوة، على السماحة، على العفو، على الصبر. لماذا لم تعفو إذن من البداية عندما تربيت عن العفو؟ عفونا أنا العبد الضعيف اللي قدامك هذا يا. لا مش حتى مرت العشر يا سيدة. اسأل السلطة. لماذا لم تعفي من البداية؟ اسمح لي. لماذا لم تعفي ظلمتك الدولة؟ لماذا لم تعفي من البداية؟ اسمح لي. اسأل السلطة كم اعتدت عليا في أيام الدعوة، سنوات الدعوة. كم كانت تأتيني إلى بيتي وتأخذني؟ كم أدخلتني السجن؟ كم منعتني من حقوقي؟ لم نرفع السلاح في وجهها، وكنا نستطيع أن نفعل ذلك. أسأل السلطة بعدما أسسنا حزبا سياسيا. من أسأل في السلطة؟ كل الناس. من أسأل؟ أسأل الرئيس. أعطيني من أسأل في السلطة. أسأل الرئيس إنه المسؤول. أسأل الجيش، قيادة الجيش الوطني الشعبي. أسأل قيادة الدرك. أسألهم راح يقولوا لي أنهم ظلموك. نعم ظلمونا. من ترى أنه يحتاج؟ ظلمونا في أيام الدعوة، وظلمونا أيام الحزب السياسي، والعالم يشهد على ذلك. نحن نمارس السياسة في إطار القانون، وليس لدينا إلا الكلمة، إلا النضال، إلا السعي في سبيل الله. ضربونا، سجنونا، شردونا، نفونا في الصحراء، طردونا، قتلوا منا أيضا، عدبونا، لكننا لم نرفع السلاح، ولم نرفع السلاح حتى فرضوا علينا هم فرض السلاح. لذلك أقول أنا دوما الحركة الإسلامية في الجزائر لم يفتي لها أي واحد برفع السلاح. النظام هو الوحيد الذي لم يفتي، فقط أجبرها رغم أنفها أن تحمل السلاح ضده، وذلك ما وقع. نحن التزمنا بحدود الله الشرعية ولم نتجاوزها، وإن وقع ذلك فليس بإذننا وليس بأمرنا، وهذا يقع في الحروب. أما الذين تجاوزوا حدود الله وقتلوا وشردوا وانتهكوا الحرمات فهم معروفون في الجماعة بعد انحرافها. أقول بعد انحرافها، السنة الأولى كانت خاف ربي، بعد انحرافها وداخل بعض فلوذ أيضا داخل السلطة، فعلوا ما فعلوا في العائلات، في الإخوان، في جميع الناس. هذه الحقيقة، من أراد أن يحاججني عليها فليتفضل. أنت متهم باستعمال أشخاص هربوك من السجن. ماذا تقول؟ نعم، أنت هربت من السجن. نعم. بتواطؤ مع أشخاص. نعم، هذا ليس تواطؤ. خليني نحكي لك حكاية سي مداري. دوك أنا نقول لك الشعب كل يعرف. نعم. قضية شكيب خليل. نعم. قل لك أنا سي شكيب راح في رحلة في المطار، ومن بعد يقولوا سي شكيب هرب. نعم. تأمن هذه القصة؟ والله تأمن. كيف نأمن؟ تأمني باللي راح في رحلة، يعني رحلة يعني شكيب بوقت خليل. شكيب خليل هذا وزير معروف وقريب من الرئيس، ويعرف الأمن ويعرف الشرطة ويعرف الدرك، والناس خاف منه وتحشم منه، ولا أحباب ولا أصحاب. ما صعبش عليه باش ينظم الخروج تاعو هكذا بسهولة. نظمه بسهولة. نعم، هذا ماشي واحد. انت صحفيه مجرد، هاك صحفيه ما عندك نفوذ. مجرد. معليش معليش، بالنسبه ليهم. بالنسبه نعم. ليهم نعم. بالنسبه ليهم نعم. مجرد صحفيه ما عندكش نفوذ. انت تستطيعين، الناس معجبين بك في الشرطه، في الدرك، في الامن، يخرجك بكل سهوله. انا بريئه، انا ما درت والو سي مداري. حتى حب انا بريئه. ممكن لا نهرب. انا بريئه، انا ماشي شكيب خليل. وانا ماشي مدني مزرعي. غيروكي في الصحافه متهم من قبل الدوله بانه يتجنى عليها، و و و و و و وتوبع وصدر في حقه مذكره توقيف، واضطر لاستعمال مثل الطرق للخروج. كيف؟ صدرت في حقه مذكرة توقيف. من بعد يخرج، يعني في يخرج لماذا؟ إلى أمنت أنت هذه القصة؟ نعم نعم نعم، قصة خروجك من السجن. نعم بكل بساطة سيدتي، خير أي واحد، أنا مسكين خايف نقدر نخرجه. لماذا أنتم هكذا؟ ما تقول لي شخص خايف نقدر نخرجه، قل لي شخص مجرم نقدر نخرجه. دعني أجيب. أنت كنت في السجن. دعني أجيب. كنت في السجن. دعني أجيب. سجين. دعني مجيب. أنا لما ستجيب. 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 احترم الحصة. ستجيب. لا لا أنا محترم. لا لا الحصة. سيما داني. كلمة مجرم هذه أسحبيها. أنا لست مجرما. المجرم. كنت مجرم. لا أبدا. لم تكن يوما مجرم. لم أكن مجرما. لماذا سجنت؟ أتحداكم. لماذا سجنت؟ سجنت لأني لأرائي. لأني قمت بخطبة في المسجد الكبير الذي أدرس فيه، فأتهمت
بأنني تجنيت على الدولة وأني انتصرت للجبهة الإسلامية للإنقاذ. تتحداني أنا عندما قلت مجرم؟ لست أنا من قال مجرم. لا 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 تتحداني، لست أنا من قال مجرم. لا لا مش قلت لك، لا 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 أنت صحفية، أنا أضيفك الآن، أنت المفروض حيادية. لا يحق لك أن تتبني ما يقولونهم، أنا هنا لأدافع صحيح. نعم. لكن كلمة مجرم هذه ما تجيش تقولها أبدا. وزين نقول لك شي حاجة، قضية الخروج دونك نعطيك، أنتم كيف يقولوا تتعمدون أن تغمضوا أعينكم. كيف اليوم في المطار وفي في 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 الميناء الناس تدخل من المحرمات والممنوعات بالقناطير؟ شكون الناس؟ ناس بين قوسين الناس اللي راهي تدخل، هؤلاء الذين يملكون نفوذ وعلاقات مع رجال السلطة، هم اللي يدخلوا المخدرات، هم اللي يدخلوا للتجارة الممنوعة، هم بالقناطير المقنطرة. إذا كان هناك ناس عندهم نفوذ، دعني ناس عند جاوبني سي مدني، ناس عندهم نفوذ؟ عندهم نفوذ نعم. أنت كان عندك نفوذ لما خرجت من السجن؟ أنا كيفاش خرجت؟ أنا خرجت ببساطة، أنا نعطيك نحكي لك كيفاش خرجت باش تفهمي. ماشي نفس حكاية الحلقة المفقودة؟ نفسها ونتحدى أي واحد كذاب من يحكي غيرها. لعنة الله عليه اللي يحكي حكاية مخلفها. أنتم ما كنت حاطين حاجة كبيرة، يعني قال ندخل للعالم الكل كيما نحب أنايا. قضية الإنسان وقضية تدخل العالم الكل كما تحب. بيان سور سي سيتيكاسيون دو سون فروا. كاين ناس الآن بسطاء يملكون من الذكاء ومن الجرأة ومن الشجاعة، هذه تقنع بها الشعب تدخل أي مكان بدون الدم يدور العالم يحرق لفرنسا يحرق البرازيل. تتوقع أن الشعب راح يصدقك لما تقول ندخل أي بلاصة ندخل بدون نفوذ؟ يدبر راسه إذا كان واحد عاجز مسكين. الشعب يدبر راسه. اسمع لي، إذا كان واحد عاجز مسكين في بيته أنفيس مامون ما قادرش يخرج قدام دار 500 راس، كاين ايضا من هؤلاء الشباب من يملك الجرأة والشجاعه والاقدام، من يذهب لليابان ويضل البرازيلي ويطلع للامريكان ويجي لعندك ويقول لك سلام عليكم. الشعب ماناش نحكوا على حالات شابه، على الشعب، هذا الشعب الجزائري. نعم. هذا الشعب الجزائري اللي دار الثوره ضد فرنسا بالعصاب وبالدبوس وخرجها، اكبر جيش يعتبر في العالم في الوقت هذاك، ربما ثاني جيش وثالث جيش، وخرجوا الشيء اللي خلاه يخرجوا هو هاد الإرادة، هاد الشجاعة، هاد الإقدام. سي مدني اعترف، من ساعدك على الهروب من السجن؟ أنا قلت وعاودت يا الأخت، الهروب من السجن كان بسيط جدا. لماذا؟ لأن الناس كانت تحترم، كان فقط بحيلة منك. اسمعني، كان الناس يحترموننا ويقدروننا وينظرون إلينا النظرة الحسنة الطيبة المحترمة، وليست هذه النظرة التي يريد النظام والأدناب تاع النظام أن يشوهون بها. الناس كانت تجينا بالعشرات بالمئات يزوروني، الشرطي اللي يعس عليا مسكين يستحي مني يخليني يرقد ويخليني، لو حبيت نخدعه ونخرج والله ما يشوفني. الشرطي اللي كان يستحي منك أنتم قتلتوا أفراد منه. سامحني الشرطي اللي كان يستحي منك راك تقول أنتم قتلتوا أفراد منه. دعني أجيب، دعني أجيب على قضية الخروج بس ما تخليش الشعب يغلط. أنا لم أكن محتاجا في ذلك الوقت إلا لأمر، كنت محتاج آلة حلاقة واللباس أفرنجي لا أكثر ولا أقل، الناس يعرفونني منذ سنوات إلا باللباس عربي بالقميص والعمامة والدنيا، ما يقدرش يصورني أنا لابس لباس أفرنجي بدون لحية، مستحيل. عندي أي واحد صاحبي ما عرفناش. فعندي أخ أنا يخدم في المستشفى جاب لي هذه الوسائل هذه. أنا ساعدك هذا الأخ؟ إيه نعم ساعدك. نعم قلت لك ساعدني، هذه حكيتها قدام شبيك أنت؟ نعم حكيتها من قبل. نعم إيه نعم ساعدني جاب لي الآلة الحفاظة. وش يكون هذا الشخص؟ أخ في الحركة الإسلامية. أخ في الحركة؟ نعم. واللباس الأفرنجي أنا فكرت جيدا واخترت الوقت الذي يرفع المسؤولية عن جميع الناس، وهو وقت تغيير للشرطة التي تحرسني. ففي هذا الوقت المسؤولية ترفع عن الجميع، هذا جاي كاين واحد قصر. في هذا الوقت انا رحت كان زياره كبيره شعب بزاف تما، دخلت البيت الراحه وبدلت حوايجي ونحيت لحيتي وخرجت في وسط الناس، كانت السيارات تنتظروني، ركبت فيها طلعت عشيت في جبل في بني خطاب. نعم. من قال غير هذا فهو كذاب ملعون. انت اقسمت وحكيت الحكايه؟ نعم نعم نعم. انت اقسمت وحكيت الحكايه؟ عندي شهود لا سعيده ولا شاهد كان معي. نعم حكيت لنا على اللباس اللي كنت تلبسه، يعني عاودوا نولوا للقبعة مرحب. الأفغانية مرحب. سي مدني مرحب. القبعة الأفغانية هل هي حنين
أم هي رسالة مشفرة لجهة ما؟ أنا مقتنع منذ أن بدأت هذه الدعوة أن المسلم منفتح. لا كون كنت دير الشاش تاع ناس الصحراء، ولا كون درت عراقية، ولا لو كان درت طربوش، يعني دعني أوضح سيدتي. تفضل. كنت مقتنع بأن المسلم منفتح على غيره من الحضارات هكذا، لكنه أيضا متأصل. ما معنى متأصل؟ أنه لا يستحي لا يخجل بأصوله. وكنت أحب اللباس العربي حبا كبيرا، وعليك أن تعرفي أني منذ أن لبست اللباس العربي لم أغيره. يعني اللباس الأفرنجي هذه ما عادش لبسته من هذاك النهار. لا لا، من قبل ما كنتش لبس هذا القبعة سي مداني. اسمح لي كي طلعت للجبل فقط. بالعقل بالعقل، أنا قبل ما نطلع الجبل كنت ألبس القنطرة. هذا اللباس ما يذكركش بالأحداث الجبل؟ دعيني وكل. تفضل. كنت ألبس اللباس العربي الأصيل، القميص العربي والقشبية والبرنوس والعمامة الخضراء. نعم. لما انتقلت إلى الجبل، الوضعية نتاعي في الجبل تقتضي لباس آخر، لباس حركي. نعم. استطيع أن أتحرك برجليه. نعم. فتغير لباسي. يجب أن تكون متأهب. أصبحت نلبس لاكناديان واللباس تاع الحكا كما تقولون أنتم اللي هو وطاقية، الطاقية الخضراء. نعم. وبقيت كذلك إلى أن نزلت من الجبال. لما نزلت من الجبال أبيت أن أغير طاقيتي، فبقيت على رأسي. هذا اختياري، لا يمنعني منه أحد، وكفى. ليست رسالة مشفرة. أبدا أبدا، تصرف طبيعي جدا، لا أكثر ولا أقل. أنت متهم سيد مدني بالتواطؤ مع المخابرات، ماذا تقول؟ قلت عندك علاقات مع أشخاص، جمعتك علاقات مع أشخاص في المخابرات. نعم. من قبل ربما أنت عندك علاقة كذلك مع الحاج، مثل ما تسميه أنت الحاج. نعم. العماري. علي أن أوضح أمرا، أنا قلت ولازلت أقول أنني لا أحاكم الناس أو أقيسهم بالموضع الذي يكونون فيه، يعني الإخوان الحركة الإسلامية. نعم. الإنسان المنحرف الفاسق الخارج عن طريق الله، حتى وإن أسدل لحية ولبس قميصا وتبوأ في وسطنا مكانة، إذا كان هذا الإنسان منحرف أو يقعد في عيني منحرف إلا إذا غلبني باستقامته. هذه الحين بالك تواطأت مع المخابرات. والإنسان المستقيم المتمسك بأصوله المعتدل الخير، حتى وإن كان في المخابرات أو يبقى في عيني، إنسان خير مستقيم، والعكس صحيح. تواطأت مع المخابرات. المخابرات لو كنت فيها وتعاملت معها وكنت عنصرا من عناصرها، عنصرا من عناصرها، لقلت ذلك بملء فمي وأفتخرت بذلك، لأن هذا يشرفني. لكنني لم أكن يوما، لا بالأمس لا اليوم، عنصر من عناصر المخابرات. ولصالح ما ولم أعرف تعمل. ولم أعرف المخابرات هذه إلا بسبب بدء الحوار مع النظام. أول رجل تلقيته في المخابرات رسميا هو الأخ أيوب الكولونيل اللي جاني في سنة 95. ثاني رجل هو الحاج مع الرفقاء تاعو مع الكولونيل محمد بن يمينة. نعم. ثم تتاز ذاك الساعة بعد ما زلنا في وقت الجبل، بعد ذات الحوارات، الإخوة هذو اللي تشوف فيهم أصبحنا في كل منطقة مسؤول ومعه خوف ووفد ينتقل المسؤولين العسكريين في تلك الولاية. طيب. وبقي هذا الأمر إلى يومنا هذا، ونحن لا نخجل بهذا أبدا، بل نراه نتيجة. نعم. جاءت للصراع الذي قام بيننا وبين الدولة، والآن هذه العلاقة في خدمة الدولة وليس في خدمة أي كان. نحن العلاقات تاعنا الموجودة هي في خدمة الدولة لإنقاذها من الأزمة التي وقعت. الصلح الذي جاء فيما بعد بينكم، هل كان لحقن الدماء في رأيك أم كان للتكفير عن إلغاء المسار الانتخابي؟ أبدا أبدا، هو في أصل القضية، في الأصل هو القضية هو حقن الدماء. هو حقن الدماء. لماذا؟ نعم. لأن السلطة أيقنت في ذلك الوقت أن الاستمرار في هذه العملية
سيقضي على الجزائر. نعم. نحن كذلك كنا قد اقتنعنا بهذا، فكان لابد للوصول إلى حل يحقن هذه الدماء. نعم. البنود التي كانت سببا في حقن الدماء كانت ضرورية، هي الأرضية. سنحكي نعم. عنها فيما بعد. نبقى في الاتهامات سي مدني، أنت متهم بقبض ثمن نزولك من الجبل مثلا. بعد نزولك من الجبل يعني الدولة سلكتني. نعم. أتحدى أي رجل في الدولة، يعني من رئيس الجمهورية إلى أبسط مسؤول في الدولة، اللي يقدم لي حاجة يتفضل يفضحني على رؤوس أشهاد، اللي دار لي يمباي، اللي أعطاني دار، اللي أعطاني لك سيارة. ثروات. اسمح لي. لك أملاك في دبي لك. هل هي حقيقة؟ دوك ما تخلص. لك أملاك في دبي، هل هي حقيقة؟ لا، هذا كذب. كذب. هذا شيء مضحك. شيء مضحك. أنا نقول لك، اللي قال باللي عندي إمباي ولا روتريت، اللي قال باللي عطتني الدولة دار ولا فيلا كما يقولوا، ولا عطتني قرض ولا دارت لي زين ولا كذا، يا أخي لعنة الله عليه لما خرج التلفزيون فضحني. يحب يسأل الشعب، يحب يعرف مصدر رزق سي مدني مزراك. أنا جايك، أنا جايك. احنا اللي كانت عند الأموال اللي تكلمت عليها مرارا 14 سنة نتكلم عليها. الأموال التي كنا نتحصلوا عليها كنا نتحصلوها من المحبين، من الشعب، من الإخوان، بها سيرنا الجهاد ديالنا كامل. المال اللي دخلنا من البرا دخلنا بسبب الهدنة اللي قام به هو الآخر بحق كبير مع الهيئة التنفيذية. حكيتها من قبل. نعم. أيوة، هذا المال سيرنا به الهدنة، وسيرنا به ما بعد الهدنة قدر المستطاع. أنا نقول لك الدولة يعني الدولة المفروض، وأنا قلتها لها مرارا وتكرارا، والله غير لازم تسلم على رأس الهيئة وتسلم على رأس الجسم الإنقاذ، لأنهم تكفلوا بحل قضية الهدنة من أموال التي جمعوها في الخارج ودخلوها. والله لازم تسلم على رواصينا. الدولة ما تعتبرها في شيء. هذا الواحد ربما الأربعة درتوه في الاتفاقية. هذا سي مدني درتوه، هدرتوا عليه في الاتفاقية. فاش كان من المفروض أن الدولة هي اللي تتكفل؟ لا 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 لا، احنا شوف لما قررنا نتفقوا على دولة ما 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 اسمح لي، لما قررنا نتفقوا على وقف الدماء لحقن الدماء، وقررنا نلبيو المطالب الضرورية اللي طلبناها. نعم. هذه القضية نتاع الحياة والمال والنصب احنا ما تطرقناش ليها اصلا. لماذا؟ هذا الشيء كان بالنسبة لنا يطيح لنا قدرنا. كنا لا نؤمن به، لكن لا. نعم. هذا في البنود تفاهمنا على تصفية التركة، تركة الأزمة. نعم. الأزمة خلفت لنا أرامل، خلفت لنا موتى، خلفت لنا مرضى، خلفت لنا معطوبين، خلفت لنا بيوت هدمت. كفلتوا انتوما بها؟ لا، مش احنا تفاهمنا مع السلطه باللي هذه المشاكل نصفيوها نهائيا. مع الاسف ونقولها امام العالم، السلطه لم تفي بوعدها الا ما قدمته في قضيه ميثاق السن المصالحه بعد 6 سنوات، وكان الميثاق كما نقولوا مهين على كل حال، اكلت فيه بمكيالين وجعلت الشعب طبقات طبقات، عطت لي هذا الشيء وعطت لي هذا الشيء، ورغم ذلك هذاك الميثاق ولم يطبقوه كما يجب، وان كان حلوا مشاكل كثيرة على كل حال، باش نقولوا شو يعني شهود حق في قضيه المفقودين، عطوا كثير الناس عطوا لهم الطعام، في قضيه الناس اللي فقدوا يعني واحد منهم في القضاء عطت لهم الى غير ذلك، لكن لم ترجع الناس الى اعمالهم. وانت واش عطات لك؟ لا شيء. عطتني والو. ما عطاتك والو. الناس تحب تفهم. انا قالوا لي عنده سي مدني فيلا، يعني ما شاء الله. أنا عنده قصر. أنا قالوا لي سي مدني عنده قصر. منين جاك يا سي مدني قصر وانت كنت في الجبل؟ انا نزلت من الجبل عايش في الدار دي بابا، شافوها الخوا، شافها فاروق، شافوا جماعه المخرج تفجع، شافها كي شاف بيسكوتامون كانوا يديروا فيها، كانت تحفرت وتخلطت وكل حاجه، لو كان فان تهرب على كل حال. وبقيت فيها وتنقلت العاصمه، ما حبيتش تنقل العاصمه، نقلت العاصمه في سنه 2006 لما كان الاخر بحكم حبي يدخل. وفي الحقيقه باش نكون صريح، كانت المشاكل تاعنا كثرت شويه مع الدوله وتعطلت بزاف، فكان وجودي في العاصمه للدفاع عن الاخوان كان اكثر من ضروره. فانتقلت سكنت في برج كيفان على الواد تاع الحميس هذاك، حاشاك رايح حتى تقدر لو كان تروح انت تما. نعم. تعرف باللي مدني مزراق فعلا بريء وضحيه ولا يخاف من احد، لانه وش حكايه في فيلا براقي؟ وش حكايه فيلا براقي؟ اسمع لي، انا جايك، انا جاي. وقعدت فيها عام كاري تما، ثم انتقلت للبرج البحري ايضا كريت تما عام، ثم انتقلت البرقي لدار اشبه بالخراب. صحيح احنا شريناها شويه غاليه، شريناها حوالي تقريبا بالك 800 مليون ولا هكذاك، غاليه شويه،
شريتها 800 مليون. ماشي انت، ماشي انت شاء الله يس، ماشي انت اسمعني، شينا حوالي 800 مليون وكت. شريتوها انتم وليس انت. نعم. وراكم تسكنوا فيها انتم ولا اسمعني انت؟ اسمعني بالعقل بالعقل. وكانت خراب على كل حال، صوبناها وهي الان مثل الخراب، تقدر تجي تزوريها وتشوفيها وتعرف باللي واحد كيما مدني مزراك ماشي حتى ب 60 سنه على كل حال. ولا اخوها لك والله اخوها كل شويه فوق برا على كل حال. جي نزورها سي مدني، جي نزورها، جي نزورها وتعرف باللي ما تقدرش تسكني فيها على كل حال. هذا الان الان كيما راهي بعد وكل طول ما سكنت فيها انا. اثنين، انا كنت محتاج المقر لاني انا اللي كنت استقبل الشكاوي تاع الخوا، وانا الذي اسهر على حل مشاكلهم يوميا منذ ان نزلت من الجبال. ولازمني مقر. نعم. هكذا لازمني. نعم. مقر. نعم. في جيجل فتحت مقر هكذا كريتو، ولما جيت العاصمه لازمني مقر. كانت هذا المكان هذا هو مقر في الحقيقه لجيس من قد انا اسكن فيه ولا املك منه شيئا، لا هو باسمي لا هو نتاعي لا هو ما نزلوا لك الجماعه عليه؟ ها؟ نزلوا لا 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 ياخذونه خرج منه يتباع ويتحط في هذا كان درد الاعتماد يدخل للخزينه نتاع الحزب المعتمد. اليوم انا انت بدون سكن سي مدني، انت بدون سكن. بدون سكن للان بدون سكن. بدون سكن بدون سكن بدون عمل، انا لاجع في البيت تاع الجسم الانقاذ. انت الامير، كنت الامير وما استفدتش من سكن، واللي كانوا اقل منك استفادوا. انا ندفع عليهم. أنا ندفع عليهم في كل مرة يعديونا في الولايات زوج ثلاثة بشق الأنفس، ولكن الأغلبية ما زالت ما استفدتش. والقيادة بس فهمني مليح يعني باش ما تدوخيش، القيادة الوطنية. لا لاني دخت خلاص سي مدني اللي دخت. هي اللي كنت نسمع الكذب بزاف. القيادة الوطنية تاعنا كامل 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 سونز اكسبسيون ولا واحد دا سكن. الوحيد اللي دا سكن هو الأخ ربما بو خالد، ما على باليش كان لو كوموندون فلوكس لو كولونيل تاع قال ما جرى، قال له ما يلزمكش تقعد هكذا دبر لنا ابارتمون في طروا بالك لي لو سول، لي لو سول غادي نحيهم بالك. الباقي هادو ولا واحد القياده سكن. القياده الثاني واحد ما رد لخدمتها، رجعوا ثلاثه ورجعوا تقريب بالمجهودات اللي بيننا وبين المخابرات يعني صحه الوجه ما دولا ما درت والو. على كل حال يعني هكذا بصفه رسميه الاخ محمد شلي فرجعنا للمعهد الائمه يدرس، الاخ عصام قدور الاخ اللي سجن الخميس الماضي هذا قائد وطني رحمه الله نترحمه عليه اليوم نذكره بخير ربي يتقبله في الصالحين، هذا كان مسؤول في سون الغاز بعد بحوالي 6 سنوات ولا الحمد لله بتدخلات قدر يرجع للمصب تاعو. والثالث هو قول لي اللي الاخ الياس، الاخ الياس الثاني خدم بزاف مسكين في معنا في 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 حل المشاكل في الاخير عن طريق هذو كلهم ما استفادوش. ما انا فاش واش اتفقتوا يعني مع واش اتفقتوا انكم تتمتعوا بالحياه انا قلت لك قلت سبق لي بالحقوق انكم تتمتعوا بالحقوق السياسيه والمدنيه. نعم نعم. سبق لي وسئلت ذات يوم في 2005 ولا 2006 والصحافه في الوقت هذاك جات لي كامل كل حاجه وتكلموا كيما انت هكذا. ومن بعد كي لقاو بلي الامر مش كيما راهم يقولوا قالوا لي ما تشوفوش بلي لا 2006 واليوم رانا في 2015 ما تشوفوش بلي قالوا لي بلي تسمى انتم ضيعوا لكم كلش. قلت لهم اذا كان تكلموا على المستوى الشخصي يعني الخوا في السكنه في الخدمه كذا نعم نحن ضيعنا كل شيء، ولكن بصح تكلموا على المستوى المشروع الذي نحمله نحن ربحنا كل شيء. لماذا؟ قلت لهم لان اتفقنا نحن صحيح في اتفاقنا كاين الشق الاول المبدئي وهو الذي يقضي بالعمل سويا وجنب الى جنب مع رجال القرار على وقف نزيف الدم وتجسيد العمل على تجسيد المشروع النوفمبري الذي ينص صراحه على اقامه دوله جزائريه مستقله ذات سياده. هذا ما فعلتم ديمقراطيه و... هذا ما فعلتم. نعم ديمقراطيه واجتماعيه في اطار مسميه. واما في الشق التقني وهو العلاج والرجوع للدراسة والحصول على السكن والعمل وكل حاجة، فهذا نستطيع أن نقول أنا ما حققناش منه. نعم. ما حققناش منه ربما 15% دروك كانت 5% دروك بقت 10% مؤخرا بداوا يحركوا شحال. ولكن قلت لهم إذا كنا قد خسرنا ما يهمنا كأشخاص يعني تقنيا فقد ربحنا الجزائر دينا وشعبا ووطنا. الجزائر كانت على حافة الانهيار، كانت متجهة نحو المجهول، كانت متجهة نحو الانتحار الجماعي دينا وشعبا ووطنا. لقد ساهمنا بقسط كبير بل الأكبر
في إنقاذ الجزائر من هذا الانهيار. كنتم إذن طرفا في المصالحة، من أهم طرف. أهم طرف. نعم. شد لي هذه أهم طرف نحتاجوها بعد قليل. نعم. نعم. نكملوا الاتهامات باش الوقت دهمنا سي مدني. تفضلي. أحدهم قال لي أنه في الجبل كانت عندكم مأكولات رفيعة الجودة. نعم. الحوت، الفواكه، المعلبات. جماعة راهي تضحك ربما. نعم نعم. من أين كان لكم ذلك؟ خليني نحكي لك حكاية ومن بعد بون هذه تاع المعلبات والحوت والفواكه. سطرة وفرين. ما كانش معاهم. بصح خليني نحكي لك حكاية وأنت تقدر تقيسي. إيه. مضحكة شوية وإن كان الجو مش تاع الضحك. ولكن نحب نتصور بعض الحكاية كيفاش كانت الحياة في الجبل. يسامحونا هذه الضحايا والدنيا اللي يتألموا منهم اللي يتألموا، ولكن يسامحونا هذه الغال. نحن مررنا بأوقات خطيرة، لو كان نحكي لك أنا شحال كنت نخص الجندي في 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 لوكس هذاك في النهار في الاول بدينا بديت نعطيه 100 دينار 500 ومن بعد طلعت 1000 فرنك ومن بعد 1500 وخلصت في الهدنه ب 4000 فرنك 40 دينار فهمت الواحد وتكذب ولكن في هذه المراحل تتخلها يعني انت اللي كنت تتصرف في الخزينه بيسير بيسير عندي مسؤول تاع مالي كل حاجه ولكن انا هو الامر الاول انت القائد الاول في الجيش في بعض المراحل تتخلل الحياه اشياء غير منتظره اعطيك مثال ان احنا الخوا كانوا في تمسكيده في جلمتان وعند ابن خطاب يعيشون نوع من 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 من, من الاحتياج في قضيه اللحوم في قضيه كذا لما نقلنا بعض الكتائب لمنطقه قلمه وجدوا الحياة هناك في قضية اللحوم حدت ولا حرج عندهم الإيل هذا للسرف وضبي وكذا الله يبارك الدنيا والبقرة الوحشية تصطاد يعني تصطاد يعني بقرة وحشية ولا ضبي في أي وقت وتأكل اللحم مشويا ومقليين ومطخيين ولا ونظرا لأنهم أكلوا اللحم كثيرا ما عندهمش الخبز ما عندهمش الكسره ما عندهم فقط اللحم. عندهم البطاطا عندهم اللحم كارهوا الحياه سبحان الله يشوف روحهم باللي كذا فمن عجائب الصدف وغرائبها ان اخ من هؤلاء انتقل لتمسكيده وين كان الخوا ياكلوا المكرونه بالسكر الماء يغليوها في الماء يحطوا شويه سكر وياكلوها مساكن هذاك واش كيلقاو يعني في حياه في حاله لا ارك له فلما جلسوا بدا هو لما يجي واحد ضيف ديما يحكي كيف الحياه عندهم قال لهم نحن نعيش ازمه ويتكلم صديقنا لا اراكم الله فتعجب الاخوه فقالوا له ما هي ازمتك؟ قال لهم تصوروا اننا لشهور لا ناكل الا اللحم والبطاطا فضج الاخوه بالضحك قالوا تاكلون اللحم والبطاطا وتعيشون ازمه؟ قال نعم عيش ازمه كان اخ مسكين من الاخوه اللي ضروري بزاف الزيده كان هذا اللي يحكي فيها وعمي عليه مراد ربي يرحمه الزيده قال اللهم يا ربي ابتلينا بالبلاء الذي ابتليت به عمي عليه مراد لان يعني بالنسبه لي هو فرج عظيم ففي كل مناطق في بعض الاحيان تتخلل يعني مراحل تكون فيها مثلا يكون فيها الحصول على الغذاء يعني متوفرا لكن اغلب الاوقات التي عاشها الاخوه في الجبال عاشوها مع التقشف مع التحمل مع الصبر مع الإرادة مع الجوع مع العطش مع كل شيء من قبل في البورتري قلنا أنه لسي مدني 10 أطفال الله يبارك نعم نعم عندهم شهادات الآن درسوا كانوا معك في الجبل نعم وين درسوا كيف درسوا شكون درسهم نحكي لك ان شاء الله يعني نحب نفهم انا كيفاش كانوا في الجبل ودرسوا نحكي كانوا عندكم اساتذه قبل ان اصعد الجبل انا كان عندي 5 اولاد كي كانت الاستاذه تسقسي احنا كي كنا نقراو يعني يكتبوا لنا يقولوا لنا ولامرك ايه ولا يقولوا لنا واش يشتغل ابوك واش كان يقول ابي هو امير الجيش انا نتحدى اي مسؤول في الدوله الجزائريه بنتحدى حتى الصحفيين هذو اللي بنتك مسامحاتك بنتك مسامحاتك لانك وقفتها من الدراسه اسمح لي اسمح لي لا لا جاوبني جاوبني لا لا ما تقلقليش لا ما تقلقليش بنتك مسامحاتك انا واولادي انا واولادي واخواني هؤلاء واولادهم نعيش بكل احترام وبكل محبه في اوساطنا الشعبيه التي نعيش فيها
عبد العزيز بوتفليقة هو أبو المصالحة ورجل السلم في الجزائر، نعم أم لا؟ هل تثق في السلطة سيد مدني، نعم أم لا؟ هل يعني مازال ما جاش الجواب، هل تظن حقا أن الشعب عفى عنك، نعم أم لا؟ وإذا ما قلناش الشعب نقولوا أهالي الضحايا، هل تظن أنهم عفوا عنك، نعم أم لا؟ أسألهم هل بالإمكان أن سيد مدني مزراق يعيش بدون سلاح اليوم؟ أنا الآن أملك سلاحا. هل تتحمل مسؤولية إراقة الدماء في الجزائر؟ هل ترى أن المخابرات الجزائرية لا تزال بنفس قوة التي كانت عليها أيام العشرية السوداء، نعم أم لا؟ لا.